والإمام البخاري ومسلم رحمهم الله لم يخرج كل حديث صحيح، فلم يذكر في كتابهما كل حديث صحيح على هذه الشروط، على شرط من؟ على شرط البخاري ومسلم. وسبق معنا أن البخاري رحمه الله يلتزم في الرواة بأمرين، ما هما؟ المعاصرة وثبوت اللقيا، أن يكون الراوي عاصر الراوي الآخر والتقى به. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يشترط المعاصرة ويقول مع إمكانية اللقاء. ولذا كان الإمام البخاري رحمه الله كان كتابه أصح من كتاب الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث على شرطي البخاري ومسلم، بمعنى أن هؤلاء الرواة إما أن يكونوا على شرط البخاري بتوفر الشرطين، أو على شرط الإمام مسلم وذلك بوجود المعاصرة وإمكانية ثبوت اللقيا.